اليوم من باب التغيير ومن باب هيك كأنه فسحة واستراحة، قررنا أنه ناخد يعني نعمل استراحة شوي من موضوع القواعد والقاعدة اللي كنا ماشيين فيها اللي هي تحويل فعل إلى اسم، وناخد قصة لهيك كان اسم الحلقة انقطع الإنترنت، إنترنت كيسيلدي. طبعا أنا مجهز الحلقة من مبارح، فاليوم جاي على الاستوديو بيقولوا لي أنت فاولت علينا، وفعلا يبدو أنه في حظر للجوجل واليوتيوب وما عم يشتغل الآن، فأنا ما لي علاقة وما جهزت بين أنا على هالموضوع. الدرس عبارة عن محادثة من وحي يعني الحياة أنه إنترنت كيسيلدي، ونحن الواحد بعد ما انقطع الإنترنت بده يتصل بشركة الاتصالات، فهي عبارة عن محادثة فيها اتصال حنقرأها، نحكي عن يعني نشرح مفرداتها، وبعدين ممكن إذا في كمان بعض الأفكار القواعدية، ويا ريت طبعا حتكون موجودة أيضا على الفيسبوك مثل ما تعودنا، ويا ريت يكون في مشاركة بالاتصالات إنه نتصل مع بعض ونحكي هاي المحادثة. أول شيء اتصلنا، خلينا نعتبر ترك تيليكوم. ترك تيليكوم مشتري هزمت لرينه هوش جالدنز. ما بعملون دعاية والله ما لي علاقة. ترك تيليكوم مشتري هزمت لرينه هوش جالدنز. أول شيء بيطلبوا منك إنه تدخل رقم الخدمة، بيقولوا لك لطفاً أون هاني لي هزمت نمرانز. اون هاني، هاني يعني خانة، اون هاني لي هزمت نمرانز يعني أدخل رقم الخدمة المكون من 10 خانات. ويا إنترنت هزمت aldığınız تليفون نمرانز، تليفون نمرانز يعني أو رقم هاتفك اللي أخذت عليه الخدمة. aldığınız، تذكروا الفعل اللي تحول إلى صفة. إنترنت هزمتي aldığınız تليفون نمرانز alan koduyla birlikte. alan kodu اللي هي يعني رمز المنطقة، اللي هو مثلا اللي هو الرمز الأول مقصود فيه مثل 553 552، هدول أول ثلاث أرقام. birlikte alan koduyla birlikte başında، انتبهوا على هالم كتير بيقولوا يعني ممكن تسمعها، başında صفر olmayan olmadan، başında صفر olmadan يعني ما تحط صفر أول شيء، دغري كبس 552 555 ما تكبس صفر. başında في أوله، باش رأس، başında في بدايته مقدمة الموضوع أو رأس الموضوع. başında صفر olmadan ويا، خلصنا إذن يا رقم الهاتف يا رقم الخدمة، ويا on bir haneli مكون من 11 خانة. Türkiye Cumhuriyet kimlik numaranızı tuşlayınız. tuşlayınız tuşlamak يعني اضغط، طبعا الزرار يعني هيك اكبس الزرار. tuşlamak اذن lütfen on haneli hizmet numaranızı veya internet hizmeti aldığınız telefon numaranızı alan koduyla birlikte başında sıfır olmadan veya 11 haneli Türkiye Cumhuriyet kimlik numaranızı tuşlayınız. هلا انتم عندكم طريقه ان تمارسوا القاعده انه تتصلوا فعلا على 440 اللي هو رقم ما بعرف شو كمالته تبع ترك تيليكوم، وبتسمعوا هالعباره يعني تقريبا هي بالضبط. المهم دخلنا الرقم، دخلنا رقم الخدمه، فبترجع بتعيد رقم الخدمه لهذا المجيب الالي، بيحكي رقم الخدمه كذا كذا كذا. نمرة سيلا ديفان اديليجكتر، نمرة سيلا بهذا الرقم، بتحكي الرقم نمرة سيلا دوام إديليجكتر، إديليجكتر يعني سيتم الاستمرار وفق هذا الرقم. وبتقول إذا فارقلو بير نمرة جريشي إتشين لطفاً بيري تشلاين، فارقلو بير نمرة جريشي إتشين لطفاً بيري تشلاين. إذا أنت لا الرقم خطأ أو بدك تدخل رقم تاني إكبس على الرقم واحد. ما دخلنا رقم واحد، وعم نسمع الآن المجيب الآلي بيحطنا الخيارات. Fatura işlemleri için biri. Fatura işlemleri için yani ameliyat الفواتير، إجراءات الفواتير. Fatura işlemleri için biri. Teknik destek için ikiyi yani teknik destek اللي هو الدعم الفني أو التقني. Teknik destek için ikiyi. Kullanıcı adı ve şifrenizi almak için üçü. إذن kullanıcı adı اسم المستخدم ve şifrenizi almak için مشان تاخد اسم المستخدم والشفرة تبعه 3
aylık kullanım miktarınızı, yani miktarı istihdamı şehri, aylık kullanım miktarınızı öğrenmek için min ajil ma'rifet el miqdar el istihdamı şehri 4'ü rakam 4 müşteri temsilcisine bağlanmak için min ajil el ittisal bi el mumessil el bismuh mendub yani el zabain 5'i tuşlayınız. Zaten bi'idun el 5'e fatura işlemleri için 1'i teknik destek için 2'yi kullanıcı adı ve şifrenizi almak için 3'ü aylık kullanım miktarınızı öğrenmek için 4'ü müşteri temsilcisine bağlanmak için 5'i tuşlayınız. بعدين اذا الواحد ما كبس او تاخر بالكبس شو بتقول له اكسيك يعني ناقص اكسيك فيا او خطالو tuşlama yaptınız. Tuşlama bitzekkeru ders el madi tuşlama اللي هو تحويل فعل الى اسم. Eksik veya hatalı tuşlama yaptınız. Kumtum bi idhal au bi kabs azrar khata au naqisa. المهم دخلنا طلبنا انه نحكي مع الدعم الفني. كولاي جيلسن نحن قلنا دغري بنحكي له الزلمه كولاي جيلسن evde sabahtan beri evde sabahtan beri yani منذ الصباح internet çalışmıyor el internet la yaman منذ الصباح hemen kontrol ediyorum hemen هو شو حيجاوب hemen kontrol ediyorum فورا حاعمل كنترول حشيك عن الموضوع اسم سوي اسم öğrenebilir miyim فيني اعرف الاسم والكنيه اسم سوي اسم öğrenebilir miyim تمام احمد محمد Modemin yanında mısınız? Modemin yanında mısınız? Janibil modem evet. Kablolarda bir sıkıntı var mı? Fi müşkile. Bil tavsilat? Hayır. Modemi kapatıp yani aglık. Çalıştır. Lahzul iplihiye aglık thumma. Modemi kapatıp çalıştırabilir misiniz? Çalıştırmak yani yuşagil. Modemi kapatıp çalıştırabilir misiniz? Au kapatıp açabilir misiniz? Fik tatfiyu tsekrom. Tamam. Tafeyna ve sekerna. Tamam. Kontrol ediyorum. Sizi biraz bekleteceğim. Yani sa'ecaluka tantazir. Bekleteceğim. Au bekleteceğim. Yani bil mahki. Bedel ma yulu bekleteceğim. Bihtusruha bil kira. Tamam. İnternet hattınızda fi hatıl internet bir sıkıntı varmış. Au var. Yujad müşkila. Modemin açık kalsın. Hallul modem tebakun meftuh. Birazdan au modeminiz yani açık kalsın. Birazdan teknik destekten sizi arayacaklar. Birazdan ba'da qalil teknik destekten min el da'm el tiqani sizi arayacaklar. Sayattasiluna bike min eddaam elfani. Tamam. Ahir şey binhi. Daimen ay adeten şerike bitillak. Yardım edebileceğim. Farklı bir konu var mı? Yani hel yücad mevdu ahar yumkinuni en usaideke bihi. Farklı bir pardon. Yardım edebileceğim. Farklı bir konu var mı? Hayır sağ olun. Hoşça kalın. İyi günler. Türk Telekom müşteri hizmetlerini aradığınız için teşekkür ederiz. Even. Haid al sari al muhadese li sarit ma'al. Hada ba'idan an el awwal shi mujib al ali. Kolay gelsin. Evde sabahtan beri internet çalışmıyor. Hemen kontrol ediyorum. İsim soy isim öğrenebilir miyim? Ahmet Muhammed. Modemin yanında mısınız? Evet. Kablolarda bir sıkıntı var mı? Hayır. Modemi kapatıp çalıştırabilir misiniz? Tamam. Kontrol ediyorum. Sizi biraz bekleteceğim. Tamam. İnternet hattınızda bir sıkıntı var. Modemin açık kalsın. Birazdan teknik destekten sizi arayacaklar. Tamam. Yardım edebileceğim farklı bir konu var mı? Hayır sağ olun. Hoşça kalın. Türk Telekom müşteri aradığınız müşteri hizmetlerini aradığınız için teşekkür ederiz. Ondan hangi muhadese? طويلة شوي بس ما كتير فيها تعقيدات بس انه طويلة مشان نفهم الهي بإمكانكم تتصلوا حتى لو ما عندكم مشكلة بالإنترنت
اتصلوا عطلوني شوي وتعلموا تركي. المهم لا اي حدا يعمل محادثة معه يتصل بشركة الانترنت ويقول له ما عم يشتغل عندي الجوجل. هلا صار عنده مبرر يعمل حاله انه كأنه في مشكلة بالنت، فبدنا بيقولوا له لا الجوجل مو شغال حاليا وان شاء الله ما تطول هالقصة. اذا انترنت كسل دي يعني قطع الانترنت عندي، على الاقل الواحد فينا اذا كان عنده هالمشكلة انه يعرف يتواصل معهم. وما نقطة مهمة ملاحظة هيك يعني جانبية، ما تشغل بقى لما تتصل مثلا لتشرح عن الانترنت ما تشغل بالك بالحكي الكتير اللي ممكن يحكوه سواء المجيب الآلي أو حتى الشخص. في كتير حكي أصلا يعني فهمته ولا ما فهمته ما كتير مهم، بيكونوا عم يحكوا عن الخدمة أو بيكونوا بدهم يروجوا لمنتج جديد أو بيكونوا مثلا أول ما تتصل الآن بيحكوا عن بسموها سياسات حماية المستهلك أو حماية خصوصية المستهلك. فالواحد قصدي أحيانا بيحس بتوتر أنه يا ربي شو عم يحكوا ما فهمت شيء، عادي يعتبر أنه هالكلام مو مهم ومهم نوصل للكلام اللي بدنا يا أنه أنا بدي أشرح أنه الإنترنت ما عم يشتغل عندي من الصبح. وغالبا الإجراء اللي بيصير أنه طفين المودم وشغله وتأكد من الأسلاك، بتقله طفيت وشغلته ما اشتغل والأسلاك تمام، فهني بعد ذلك هني بتابعوا الموضوع عندهم. يعني على الأقل الواحد أنه يقدر يدبر حاله. فأنا حبيت أنه اليوم يكون موضوعنا إنترنت كسل دي من باب أنه فكرة عملية نحاول دائما نوازن، زائد أنه استراحة من زخم القواعد اللي عم يكون ناخده خلال هذا الدرس. إذن إنترنت كسل دي قطعت الإنترنت. وأنا بتمنى أنه يكون يعني اليوم على التعليقات، الآن هفتح التعليقات وشوف يعني هيك نرحب فيكم. بتمنى أنه يكون من ضمن التعليقات في شو اسمه في اقتراحات أيضا لمواضيع من هذا النمط، يعني اللي عنده هيك اقتراحات عناوين هيك نفس الشيء أنه ممكن تتحول إلى فكرة عملية محادثة حيكون فيها أتوقع فائدة كبيرة للكل. فأنتوا كمان بتساعدوني بالمواضيع اللي بتحسوا أنه يواجهتكم. هالآن عنا الأغنية بنسمعها سوا، أغنية خسران هي لمصطفى جيجلي بنسمعها. من هو الخسران؟ المقصود فيه هو خيبة الأمل، خسران خيبة أمل، خسران يني يني. كتير مهم يعني ننتبه في كلمة يني، يني معناها جديد، وفي يني بس بدل حرفين الصوتين مع بعض، يني معناها من جديد، من جديد أو مجددا يعني مرة أخرى مجددا. يني سوليور، سولمك سولمك معناها يذبل. يني سوليور إتشيمدي بتون تشيكلير، يعني من جديد جميع الأزهار في داخلي عم تذبل. باشكا بير بهار دا جلوم سرلر، başka bir baharda fi rabi'in ahar gülümserler. Gülümsemek yani yebtesim. Gülümserler yani hayibtismu, inşallah yebtismu fi rabi'in ahar. Yorgun kalbim, kalbi mutab. Yorgun hayallerim, ahlami mutaba. Direniyorlar bana hala yenilmedim. Direnmek yani direnmek يعني يقاوم. ديرينيورلار عم يقاوموني بنا، ديرينيورلار بنا هالا حتى الآن، هالا حتى الآن. هالا نفس كتابة هالا بس بدون ما مط الآ بتصير معناها عمي، هالا عمي. هالا حتى الآن ينيل مدم، ينيل مدم يعني لم أهزم. هذا فعل مبني للمجهول، الفعل هو ينمك يعني يهزم، وينلمك ينهزم، ينلمدم لم انهزم حتى. ثلاثة بمعنى القلب، بس فيك تقول انه القلب لحالة قلب، يعني كلمة قلب هم بحكي مرة بحكي عربي مرة بيشبهوا بعض. قلب هي اللي بقدر استخدمها للقلب الفيزيولوجي وبقدر استخدمها ايضا للعواطف، اما البقية يريك جنول ما بتستخدم للقلب الفيزيولوجي، يعني بتستخدم بمعنى فؤاد. فؤاد بقى الجملة عم تقول هب بيروميت يوريمدي، دائما في أمل في قلبي. أميت أميت بمعنى أمل، بتشبه كلمة أموت. هب بيروميت يوريمدي هب أين أين جسارة، نفس يعني في أمل وفي قوة شجاعة. جسارة 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 نفسها بالعربي. اتشمدان اتشمدان من داخلي. بير ساس بير بير ساس دير اتشمدان بير ساس دير.
يعني في صوت بداخلي شو عم يقول؟ صبرت 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 يعني اصبر اصبر. أونجا دوشن أراسندا دوش معناها دوش طبعا بالأو اللي بدون نقطتين. دوش معناها دوش دوش الشاور. دوش أو أو دوش معناها حلم حلم. أونجا دوشن أراسندا يعني ما بين بين الأحلام الكتيرة. أونجا الجا إذا بتتذكروا في مرة حكينا عنها جا للتكثير. أونجا دوشن أراسندا ما بين هذه الأحلام الكثيرة. يلار يلار أردندان ما بعد هذه السنوات الكثيرة. جيري كالان جيري جيري كالان الذي بقي لدي. جيري بانا كالان الذي بقي لي أنا. شو هو؟ يلي من جديد بقيلي بعد كل هالسنين وبعد كل هالأحلام. إذن أونجا دوشن أراسندا يلار أردندان جيري بانا كالان يلي هسران ما بقي لي هو خيبة الأمل. يعني سامحونا المرة الماضية عطينا هيك أغنية مفعمة بالأمل وقلمسك قلمك صدى قدر. يعني اليوم اليوم حبينا نعدي الكفة بس لا إن شاء الله ما بيكون في لا خيبة أمل ولا شيء بس إننا نتعلم. يني هسران هير دايم. هير دايم يعني دائما. فريات فيغان قلبيم قلبي. فريات فيغان معناها صراخ وألم. إذن قلبي في صراخ في ألم. زهير زهير شو معنى زهير؟ زهير يعني سم. زهير أولور باشكا هياللري كالمازكي مجاليم. زهير أولور يعني إذن بعد كل هالأحلام وكل هالآمال بقي الخسران والألم والزهير أصبحت حياتي أو قلبي سم. يعني باشكا هياللري كالمازكي مجاليم. مجال مجال يعني مجاليم يعني لم يبقى لدي مجال. كالمازكي مجاليم لم يبقى لدي مجال لشو؟ باشكا هياللري لأحلام أخرى. يعني زلمة فقد الأمل وما عاد صفي عنده مجال في قلبه حتى لأحلام جديدة وإنما القلب شو كله؟ فيريات فيغان وزهير. هسران نفسها فيريات فيغان كالبيم ينيل ميديم ينيل ميديم. بس في إصرار عشان ما نقول كل أحباط. ينيل ميديم يعني أنا لم أنهزم لم أنهزم. ينيل ميديم أظالم جر ميور كي يا ربي. يعني يا رب إيش هذا الظالم أو ظالم اللي ظالمني. جر ميور كي ما شايف. جر ميور كي جر ميور كي ألا يرى أنه كي هم بمعنى أنه. ألا يرى أنه شو؟ أنه شو اللي هي مقصود فيها؟ يعني إشارة لبداية الجملة اللي هي ينيل ميديم. يعني أو ظالم جر ميور كي بان ينيل ميديم ما أنا شايف أنه أنا ما انهزمت. زان هسران فريات في جان كالبيم ينيل مديم أو ظالم غير ميوركي يا ربيم. بنسمعها مرة تانية مثل ما تعودنا. كلماتها بسيطة لحنها جميل. بتمنى أنه تسمعوا أكثر من مرة لأنه سماع الأغنية أكثر من مرة غير أنه بيرسخ الكلمات والجمل أنه بيركز بيساعد أيضا على اللفظ خاصة اللي صوته حلو يضل يغني معه. اللي صوته مو كتير يغني معه بس لما يكون لحاله.